ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإلى هناك. تطبيقا لأحكام الفقرة أولا من المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، وإشارة إلى قرار مجلس المفوضين ذي الرقم 16 للمحضر الاستثنائي 54 في 19/9/2021. قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتشكيل لجنة مركزية فنية لإجراء عملية القرعة للمحطات التي سوف يقع عليها الاختيار لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي بعد انتهاء وقت الاقتراع، وكان هذا بإشراف مباشر من قبل السيد الأمين العام لمجلس المفوضين الأستاذ علي فيصل المحترم. تجري القرعة المركزية لاختيار المحطات التي سيتم فرزها وعدها يدويا في مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت لهذا اليوم، حيث ستجري 17 عملية قرعة في ذات الوقت، وتم إحضار 17 جهاز قرعة وضعت في كل جهاز كرات متسلسلة بحسب محطات التصويت العام لكل مركز من المراكز المشمولة بإجراء عملية الفرز والعد اليدوي عليها في جميع محطات العراق، وبحسب عدد المحطات التابعة لمراكز الاقتراع، حيث ستكون القرعة الأولى لمراكز الاقتراع التي تحتوي على محطتين، وستوضع كرتان في جهاز القرعة وبعدد المحطات ليتم اختيار المحطة المراد إجراء عملية الفرز والعد اليدوي عليها. ومروراً بالعملية الثانية والثالثة وانتهاءً بالقرعة 17، حيث ستوضع 18 كرة في جهاز القرعة وبعدد المحطات. على بركة الله تبدأ القرعة، ونستأذنكم بحضور الأستاذ داوود سلمان خضير مسؤول شعبة الإجراءات والتدريب ليقوم ببعض التوضيحات التي تخص هذه القرعة. شكرا جزيلا. نعم، هذه المراكز هي على عموم العراق، مراكز الاقتراع هذه في عموم العراق. القرعة الثالثة ستكون أربع محطات والمراكز الاقتراع اللي عددها 116، وهكذا وصولا إلى القرعة 17. لو تلاحظون ما عندنا مراكز اقتراع تحتوي على محطة واحدة، باعتبار أن هذه المراكز ستجري فيها عملية العدو الفرز اليدوي لهذه المحطة، يعني هي اعتياديا تم اختيارها لإجراء القرعة. على بركة الله الآن نبدأ باختيار القرعة.
يكون إجراء العدل الفردي اليوم في محطة رقم واحد. القرعة رقم اثنين سيكون إجراء عملية العدل الفردي اليدوي في محطة رقم ثلاثة. القرعة رقم ثلاثة سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم واحد. القرعة رقم أربعة سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم اثنين. القرعة رقم خمسة سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم ثلاثة. القرعة رقم ستة سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم ثلاثة. القرعة رقم سبعة سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم خمسة. القرعة رقم ثمانية سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم ستة. القرعة رقم تسعة سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم ثلاثة. القرعة رقم عشرة سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم واحد. القرعة رقم 11 سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم واحد. القرعة رقم 12 سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم اثنين. القرعة رقم 13 سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم تسعة. القرعة رقم 14 سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم خمسة. القرعة رقم 15 سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم 11. القرعة رقم 16 سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم 14. والقرعة الأخيرة 17 سيكون إجراء العدل الفردي اليدوي في محطة رقم 14. شكرا جزيلا. وبهذا نكون قد أجرينا قرعة اختيار المحطة التي سيجري بها العدل الفردي اليدوي استناداً إلى قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المادة 38 أولاً. على بركة الله سيبدأ العدل الفردي اليدوي في هذه المحطات بعد الساعة السادسة مساءً هذا اليوم. شكراً جزيلاً.